بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى قراءة أحاديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل أحاديث الباب الذي قال فيه الإمام. والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل أحاديث الباب الذي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. ذكرنا في حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل ذلك، والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل قراءة الأحاديث المذكورة في هذا الباب. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه عنه أبو رزين، قال أبو رزين: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده. قال أبو رزين: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله؟ أيكون لكم المهنأ وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5375 حديث وحده، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الرغم إيه؟ على الرغم أن سيدنا أبو هريرة كان ممن تأخر إسلامه، يعني سيدنا أبو هريرة أسلم في سنة 7 من الهجرة، ومع ذلك كان أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومش معنى أنه هو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أعلم الصحابة أو أنه هو أكثرهم فتية. سيدنا أبو هريرة لم يكن أعلم الصحابة ولم يكن أكثر الصحابة فتية، ولكنه كان أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس ممكن ربنا يفتح عليه في باب الحفظ يكون حافظ متقن جدا، وفي بعض الناس يكون عنده فهم، وفي بعض الناس يكون عنده يعني حسن تحليل للأمور وغير ذلك، فهي مواهب يعطيها الله عز وجل من شاء من عباده. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في باب الحفظ، وطبعا كان لده أسباب هيئته أن هو يكون من أكثر الصحابة حفظا كما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو هريرة كان أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس من الطاعنين في دين الله سبحانه وتعالى أو بعض الحساد لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كانوا يطعنون فيما يقوله أبو هريرة، يقولون: كيف إن أبو هريرة هو من آخر الصحابة إسلاما، ممن تأخر إسلامهم، يعني أسلم سنة 7 من الهجرة، يعني لم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 سنوات، كيف يروي هذا الكم الهائل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يقولون إن أبا هريرة يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا اتهام رهيب، وسبحان الله الاتهام ده يعني يروج له في هذه الأيام التي نعيشها، وهو اتهام قديم من أيام الناس اللي كانت بتعاصر سيدنا أبو هريرة، لكن هم حسدوا سيدنا أبو هريرة على ما أعطاه الله عز وجل من هذا الفضل أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يكون الطاعن في نقل أبي هريرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب الطعن في الدين، ما هو لما يرد أحاديث أبو هريرة هيرد إيه؟ هيرد كمية ضخمة جدا من الأحاديث، 5375 حديث، أنت متخيل العدد عامل إزاي؟ فسيدنا أبو هريرة لما أنت تطعن فيه وترد الأحاديث التي رواها فأنت هترد هذا الكم الهائل من الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هو إما حاسد وإما طاعن، إما حاسد لأبي هريرة وإما طاعن، ولكن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان بشرا من البشر، يعني إيه؟ يعني يحزنه ما يحزن البشر، وأنت لو شفت حد بيطعن فيك هل هذا يحزنك ولا شيء يفرحك؟ لا شك أنه يحزنك، لابد أن أنت تحزن لما تشوف حد بيشكك في دينك ويشكك في أمانتك، ولا سيما أنه يطعن في أبي هريرة بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي في حد ذاتها كارثة، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة من المصائب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني لو كان الكذب حرام
فهو على النبي صلى الله عليه وسلم أشد حرمة. فسيدنا أبو هريرة كيف يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو استعظم هذا الأمر. الطبيعي أنه يحزن ويزداد الحزن إذا اتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك سيدنا أبو هريرة كان يعني يقول للناس الذين يتهمونه بمثل هذا، كان يقول: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث. الناس بيتهموا أبو هريرة أنه يكثر الحديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معناه يعني ليه أبو هريرة يروي كل الأحاديث دي؟ هو أحسن من أبي بكر، أحسن من عمر، أحسن من عثمان؟ حدش قال أنه أحسن من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان، لم يقل أحد هذا. ما قال أحد من الصحابة أن أبا هريرة أفضل من أبي بكر ولا أفضل من عمر ولا أفضل من غيره، ولكنهم عندما يقولون هذا يقصدون به أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك سيدنا أبو هريرة كان يقول: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث. ده في تعريض، يعني تعريض بالكذب. والله الموعد، الله الموعد. الكلمة دي كلمة ثقيلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سيدنا أبو هريرة يقول لهم إيه؟ الذي سيفصل بيني وبينكم هو الله سبحانه وتعالى. إمتى؟ يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى قال: لينذر يوم التلاق. يوم أن تلتقي بمن ظلمك، يوم أن تلتقي بمن ظلمته. فهنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان بيسمع الناس دولت الذين يفترون عليه الكذب ويتهمونه بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأحاديث التي يذكرها، كان يقول لهم: الله الموعد. وانت كذلك، لو أي حد ظلمك، لو أي حد اعتدى عليك ولم تستطع أن تأخذ منه حقك، فقل له: الله الموعد. هو احنا هنروح فين؟ وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. الله الموعد. أي حد يعني يظلمك ولا تستطيع أن تأخذ حقك منه، فقل له في وجهه: الله الموعد. فلو كان صاحب قلب والله لارتعد من هذه الكلمة. لو كان له قلب فيه إيمان وفيه خشية لارتعد من هذه الكلمة. الله الموعد، لا مفر لنا من لقاء الله سبحانه وتعالى. وسيفصل الله عز وجل بين العباد. ربنا سبحانه وتعالى قال: لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بعدها قال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. أهو ده يوم التلاق؟ أهو ده يوم الموعد؟ موعدنا مع الله سبحانه وتعالى، موعدنا للفصل بين عباده سبحانه وتعالى. فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأنت أي حد يظلمك قل له: الله الموعد. الله الموعد، سيفصل الله عز وجل بيني وبينك، وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. وإن استطعت أن تبرئ نفسك إن اتهمك أحد بما ليس فيك، وإن كان عندك ما يدل على براءتك فقله. هذا من باب الإيه؟ من باب تبرئة النفس، من باب ما تملك من الأسباب. فهنا سيدنا أبو هريرة يقول: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد. ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. الناس اللي بيطعنوا في أبو هريرة يقولون له: طب ليه المهاجرين والأنصار ما بيروش مثل هذه الأحاديث التي يذكرها أبو هريرة؟ أبو هريرة عمال يسرد أحاديث أحاديث أحاديث، طب المهاجرين والأنصار لماذا لم يقولوا مثل ما تقول؟ لماذا لا يرون هذا العدد الهائل من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. فيقول أبو هريرة معتذرا: وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني التجارة، لأنهم هاجروا وتركوا أموالهم فيحتاجون إلى مزيد من العمل حتى يكفوا أنفسهم، حتى لا يسألوا الناس. فده يتطلب منهم عدد ساعات أكثر، والإنسان المشغول أكثر ربما لم يجد من الوقت ما يتفرغ فيه لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نفترض مثلا لو أنت شغلك 18 ساعة وبيبدأ شغلك من الساعة 8 الصبح، هتحضر الدرس ده؟ مش هتحضر الدرس ده. فالمهاجرون لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم. طب هيفضلوا عالة يسألون الناس ويتكففون الناس؟ لا، طلعوا للأسواق يطلبون الرزق، فده هيكلفهم مزيد من العمل، مزيد من ساعات العمل. فيقول أبو هريرة: إن إخوتي من المهاجرين
كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، يعني الصحابة من أهل المدينة كان عندهم بساتين وكان عندهم تجارات، وهذه التجارات قائمة وهذه الأعمال قائمة، فهم في شغلهم على عادتهم، كل واحد له عدد ساعات شغل بيقضيه. وكنت امرأ مسكينا، يعني سيدنا أبو هريرة لما أسلم كان من الفقراء، يقول وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. سيدنا أبو هريرة كان من أصحاب الصفة، أصحاب الصفة دول فقراء المسلمين كانوا عايشين في المسجد، يأكلون من الصدقات، يأكلون مما يأتي به الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني إيه؟ هو عاوز يشبع بس، كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. يقول فأحضر حين يغيبون، هي دي العلة، هي دي العلة اللي عند سيدنا أبو هريرة، إن هو كان دايما مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، فيحضر معه أغلب المجالس. يقول فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون، ما هو الإنسان المتفرغ لطلب العلم غير الإنسان اللي عنده 60 موضوع في دماغه شغله، أيهما حيكون أتقل للحفظ؟ لا شك الإنسان المتفرغ. فسيدنا أبو هريرة كان عنده شوية عوامل أهلته أنه يحفظ أكثر، من هذه العوامل أنه كان رجل فقير كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يعني يرضى بالأكل التي تسد الجوع الذي عنده بس، لا يريد أن يعمل، يريد أن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد من الدنيا شيئا إلا هذه الأكلة التي يسد بها جوعه، وهو راضي بكذا، هو يريد أن يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية إن هو كان بيحضر أغلب مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو أحفظ وأوعى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينشغل بتجارته وأولاده وأمواله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر منطقي جدا، أمر طبيعي جدا. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني في يوم من الأيام سيدنا أبو هريرة كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، يعني ما فيش واحد فيكم حيفرد الثوب الذي يلبسه أمامي حتى أنتهي من حديثي هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في مجلس بيتكلم بيتحدث عن الله سبحانه وتعالى، فقال للجلوس أي واحد منكم حيفرد ثوبه، حيفرده على الأرض ولا يجمعه حتى أنتهي من كلامي ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. اللي يعمل الحركة دي ما عادش هينسى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. يقول أبو هريرة فبسطت نمرة، يعني كان عليه ثوب زي إيه، عباية أو شال كده، يقول فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها. راح سيدنا أبو هريرة بسرعة عمل إيه، راح خلع الإيه الثوب الذي عليه وفرشه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، بين سيدنا أبو هريرة نفذ النص كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، واحد يبسط هذا الرداء لغاية لما أنتهي من الكلام. طب ده النص الأول، طب النص الثاني إيه؟ يقول حتى إذا انتهيت جمع هذا الثوب إلى إيه صدره، فإنه من فعل ذلك فلن ينسى أبدا. فسيدنا أبو هريرة أول ما سمع كده راح فرش الإيه، فرش الثوب الذي كان يلبسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عمل إيه، فلم يأخذ ثوبه حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مقالته. يقول ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. يعني شوف كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسها أبو هريرة رضي الله عنه. فده سيدنا أبو هريرة يعني مظلوم ويحاول أن يدفع الظلم عن نفسه رضي الله عنه. من الصور التي ظلم فيها سيدنا أبو هريرة إن في يوم من الأيام كان في العراق، وأهل العراق سمعوا أبا هريرة رضي الله عنه يروي حديثا، بعدين فشغلوا العقول الخربة وبدأوا يتعجبوا ويحاولوا يوصلوا للحكمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يصلوا إلى الحكمة يعملوا إيه؟ ينكروا الحديث، لا 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 الحديث ده مش صحيح، أو الراوي ده كذاب. إيه هو الحديث؟ يقول سيدنا أبو هريرة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم
فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لو لابس شبشب وانقطعت فردة منه تعمل إيه؟ تمشي فردة وفردة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، اخلع الإيه؟ اخلع الفردة الثانية. الشيء اللي هو الإيه؟ السير الذي تدخل فيه الرجل في النعل أو غير ذلك. فأنت لو لابس شبشب وانقطعت فردة منه تفضل ماشي فردة وفردة في الشارع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، اخلع الإيه؟ اخلع الفردة الثانية. طيب إيه الحكمة في كده؟ الله أعلم، الأمر ده تعبدي، الله أعلم بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. بعض العلماء قالوا لأن هذه الهيئة قد تجلب السخرية من الشخص، بعض أهل العلم قال ذلك، ولكن الأمر ده لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن هذا الأمر لدفع السخرية، هذا إيه؟ اجتهاد من العلماء، تعليل للحكم، ولكن يبقى الأمر إيه؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة تعبدية، الله أعلم بحكمة رسوله منها. فهو إزاي أهل العراق يقبلوا الحديث ده؟ طبعا مش كلهم، المتنطعون منهم، إزاي يقبلوا هذا الحديث؟ طب إيه الفكرة يعني؟ طب أنا أمشي الاثنين حافيين ولا أمشي في واحدة حافية؟ طب افرض أنا دوست على مسمار في الرجل اللي أنا كانت فردتها سليمة، بأنا كده مش صاحب حكمة. بدأوا يعللوا الأمر بالإيه؟ بالعقل، عاوزين يحللوه تحليل عقلي. فلما حللوه تحليل عقلي ما وصلوش لحل، عملوا إيه؟ قالوا لا لا لا، أبو هريرة ده كذاب، بيكسر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون والأنصار ما رووا مثل ما روى، يعني بيكذبوا سيدنا أبو هريرة لمجرد أنهم لم يستوعبوا الحكمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا جميعا من إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بما صح عنه، سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، إحنا نسلم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب في حكمة نعرفها من كده؟ ما فيش مشاكل. طب ما فيش حكمة؟ برضو ما فيش مشاكل، إحنا هنعمل إيه؟ هنؤمن بالحديث، والله أعلم بالحكمة، لأن الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكمة. قد تكون الحكمة كما قال بعض أهل العلم أن هيئة الذي يمشي في نعل وفي القدم الأخرى بغير نعل هيئته تدفع للسخرية، واحد ماشي بفردة وفردة لا، فممكن بعض الناس يسخر منه، ممكن تكون هذه العلة. ونحن نقول سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. نقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، يعني ما تمشيش في فردة وفردة، تمشي في الفردتين، يا إما تخلع الإيه؟ يا إما تخلع الاثنين عند انقطاع الإيه؟ عند انقطاع الواحدة منهما. نحن نقول سمعنا وأطعنا، بس أهل العراق إزاي يقولوا سمعنا وأطعنا؟ فإيه بدأوا يطعنوا في سيدنا أبو هريرة. فسيدنا أبو هريرة لما طعنوا فيه، سيدنا أبو رزين اللي هو بيروي عن سيدنا أبو هريرة يقول رأيت أبا هريرة يضرب جبهته، وهنا بيضرب جبهته تعجبا أو استنكارا لما إيه؟ لما قاله أهل العراق، ويقول يا أهل العراق، سيدنا أبو هريرة، أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنأ وعلي المأثم؟ هو أنا بهذا الحمق وهذا الغباء إن أنا أدلكم على فعل شيء فيه خير أو فيه جمال لكم بكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسعدون وأشقى أنا؟ كيف يفعل عاقل هذا؟ إن أنا أعطيك ما ينفعك ثم أفعل في نفسي ما يضرني؟ لا أكون عاقلا إذا فعلت ذلك. سيدنا أبو هريرة بيستنكر عليهم كأنه يقول لهم أنا لست بهذا الحمق، لست بهذا الغباء أن أهدي لكم هدية ثم أجلب لنفسي الشقاء بعد ذلك، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيقول سيدنا أبو هريرة أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. هنا إيه؟ يؤكد عليهم أنه ما كذب على رسول الله، وأن ما قاله هو ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء صدقتم أو لم تصدقوا ده مش موضوعي، لكنني لست بهذا الحمق أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بأبي هريرة رضي الله عنه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في فردوس الأعلى، والحمد لله رب العالمين.